لم يتخلى المعلم عبد العزيز البقعاوي عن شغف طفولته بعد التحاقه بالسلك التعليمي، ففوق كثبان رمال منطقة حائل حول هوايته في الدبابات الصحراوية إلى احتراف وإنجاز. البداية كانت تسلية والآن أصبحت هواية. شاركت في عدة محافل، شاركت في بطولة جدة كانت على مستوى الشرق الأوسط، وأيضا شاركت في رالي حائل حققت المركز السادس، كان هناك 52 متشارك في من جميع أنحاء دول الخليج، والحمد لله هذا كان لي أول رالي، ونطمح إن شاء الله أن نكون في راليات أخرى بإذن الله تعالى. يوسف الحميد، الإخبارية، حائل.